أهلا وسهلا بكم في صندوق العجائب. رجاء اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى تصلكم الأشرطة القادمة. أعود إليكم مجددا لنكمل سوية سلسلة أخطاء القرآن اللغوية، وأبدأ بالشرب على صحتكم جميعا، ففي الخمر الحقيقة. فكما تعلمون في غالبية أشرطتي السابقة كنت أبدأ حلقاتي بشرب الخمر، ولعلمكم أنا أشرب الخمر مخلوطا بإكليل الجبل، ومن لا يعرف إكليل الجبل فهو هذا من بستاني. كنت قد تركت عادة شرب الخمر أمامكم احتراما لشعور البعض، ولكن إرضاء ضميري أهم من إرضاء شعوركم، فأنا أسكن مع نفسي ولا أجرؤ على الخصام مع نفسي، وإرضاء الناس غاية لا تدرك. فمن لا يعجبه شرب الخمر والاستماع لي وأنا أشرب الخمر عنده وسيلة سهلة، وهو أن يغلق الحلقة. كل من يتصرف على راحته، أنتم تصرفوا على راحتكم وأنا أتصرف على راحتي. إذن أعود إليكم إلى سلسلة أخطاء القرآن اللغوية. كنت قد ذكرت أن الأخطاء اللغوية في القرآن تقسم إلى 11 نوع، وتكلمنا في الحلقات السابقة عن خمسة أنواع من هذه الأخطاء. وعندما أتكلم عن الأخطاء اللغوية فإني أعني الأخطاء المتعلقة باللغة، خلافا للأخطاء العلمية والجغرافية والتاريخية وغيرها. فما يهمني هو الأخطاء المرتبطة بلغة القرآن، واليوم سوف أكلمكم عن النوع السادس من الأخطاء اللغوية، وهي التي يمكن أن نطلق عليها اسم الأخطاء النحوية. أو ما يسمى أو ما يسميه المفسرون نظرية الالتفات. ماذا تعني هذه النظرية؟ الكلام في لغة العرب إما أن يصدر من جهة المتكلم أو المخاطب أو الغائب، كما يصدر بصيغة المفرد أو المثنى أو الجمع، ويصاغ الكلام في زمن المضارع أو الماضي أو الأمر، كما أن الكلام يأتي بصيغة المذكر والمؤنث وبصيغة العاقل وغير العاقل، واستعمال حال بدلاً من الآخر يعتبر خطأً لغوياً. مثال بسيط: أكل ليلة التفاحة. ليلة اسم شخص، ستقولون خطأ، يجب أن تكون أكلت ليلة التفاحة.
أظن لا اختلاف في هذا بيننا. والقرآن مليء بالأخطاء المشابهة، ما يزيد عن 900 خطأ، وقد حاول المفسرون المسلمون تبرير هذه الأخطاء بنظرية اسموها نظرية الالتفات، وباللغات الغربية يطلق عليها اسم انلاج بالفرنسية، انلاج بالإنجليزية، وهي كلمة من أصل يوناني وتعني استبدال، وقد عرفها اللغويون العرب بأنه انتقال من حال إلى آخر في نفس الجملة أو نفس الفقرة. وقد اشتقوا كلمة الالتفات من القرآن، فيقول القرآن: قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا. هناك آيات أخرى تستعمل نفس الفعل، وقد اهتم المفسرون المسلمون بهذه الظاهرة معتبرينها نوعا من البلاغة والإعجاز اللغوي، وتفننوا في اختراع الحيل لكي يبرروا هذه الظاهرة. يقول السيوطي بأن في الالتفات فوائد، منها تطرية الكلام وصيانة السمع عن الضجر والملل لما جبلت عليه النفوس من حب التنقلات والسآمة من الاستمرار على منوال واحد. ولكن ما الفائدة من القول أكل ليلى التفاحة بدلا من أكلت ليلى التفاحة؟ كلام السيوطي يدخل ضمن ما ممكن أن نسميه الخزعبلات. وكما قلت لكم، هناك قرابة 900 خطأ من هذا المنوال. والقرآن هو الكتاب الذي يتضمن أكثر نوع أخطاء في هذا المجال. تجد هناك أخطاء في لغات أخرى، ويطلقون عليها أوقاتا باللغة الفرنسية فرنسية الزنجي الصغير. لما جاء الأفارقة إلى فرنسا لم يكونوا يتكلمون اللغة الفرنسية بطلاقة، فتراهم يستعملون عبارات مخالفة للقواعد الفرنسية، فيقول مثلا: أنا أكل، أنت أكل، هو أكل. لا يغير إذن تصريف الفعل. ما هي أسباب هذه الأخطاء التي سنعرضها بعد قليل؟ أرى أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية، قد يكون هناك أسباب أخرى. أولاً، تعثر في مرحلة تجميع القرآن. فوفقاً للمصادر الإسلامية، تم تجميع القرآن من صدور الرجال تماماً كما نفعل مع ما يسمى حجية الصور المقطوعة، فقد تم لصق قصاصات متفرقة من القرآن مع محاولة خلق تجانس بينها على قدر الإمكان، ولكن هذه العملية لم تكن موفقة بالكامل.
ويضاف إلى ذلك ضياع الكرامة ثلثي النص الأصلي كما ذكرنا في حلقة سابقة، وفقا للمصادر السنية والشيعية، مما أدى إلى وجود ثغرات وتناقضات في النص القرآني. إذا السبب الأول تعثر في مرحلة تجميع القرآن. السبب الثاني ومرض نفسي عند مؤلف القرآن يسمى باضطراب اللغة، وهو مرض معروف في علم النفس، ولكن لم يتم حتى الآن فحص القرآن على ضوء هذا المرض. والسبب الثالث عدم تمكن مؤلف القرآن من اللغة العربية أو حداثة عهده بها، فهذه الظاهرة تتواجد بكثرة في من يتعلم لغة غير لغته الأم، كما هو الحال مع الأفارقة في المثال الذي ذكرته لكم. ويأتي الالتفات على أنواع مختلفة. هناك الالتفات في الضمائر، أي الانتقال من المتكلم إلى المخاطب إلى الغائب، أو بالعكس. وأعطيكم مثال على كل حالة حتى لا أطيل عليكم هذه الحلقة، لذلك أنتقل معكم حالا للشاشة لكي ترون الأمثلة التي سأرويها لكم. انتقال أو التفات من المتكلم إلى المخاطب، تقول آية: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. هنا انتقل من المتكلم فطرني إلى المخاطب ترجعون، وكان يجب أن يقول وإليه أرجع. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع، أو أرجع. إذن من المتكلم إلى المخاطبة. وهناك التفات من المتكلم إلى الغائب، مثلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، متكلم، فآمنوا بالله ورسوله، أصبح غائب. كان يجب أن يقول أصل الكلام قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فآمنوا بالله وبي. وهناك التفات من الغائب إلى المتكلم في الآية التالية: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه. الله، كان يجب أن نقول فساقه ليس فسقناه. إذن ينتقل من الغائب إلى المتكلم. نعيد قراءة الآية: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا. مجددا هنا متكلم به الأرض بعد موتها، كذلك النشور. وأصل الكلام والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا
فساقه إلى بلد ميت فأحيا به الأرض. قد يكون هناك انتقال من الغائب إلى المخاطب. تقول آية: وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم. كان يجب أن يقول هذا كان لهم، وسقاهم إن هذا كان لهم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وقد يكون الانتقال من المخاطب إلى المتكلم: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. كان يجب أن يقول: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربكم رحيم ودود. وقد يكون هناك انتقال من المخاطب إلى الغائب: ادخلوا الجنة التي أنتم وأزواجكم تحبرون. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم. كان يجب أن يقول عليكم وليس عليهم، واضح. وقد يكون الانتقال الالتفات في صيغة الفعل: ماضي، مضارع، وأمر. مثلا: انتقال من الماضي إلى الأمر: قال أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. كان يجب أن يقول: قل أمر ربي بالقسط وإقامة وجوهكم عند كل مسجد. وقد يكون هناك انتقال من المضارع إلى الأمر: قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون. كان يجب أن يقول: إني أشهد الله وأشهدكم إني بريء مما تشركون. وقد يكون انتقال من الماضي إلى المضارع: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. كان يجب أن يقول: ففريقا كذبتم وفريقا قتلتم. وقد يكون من المضارع إلى الماضي: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات. كان يجب أن يقول: ويوم ينفخ في الصور فيفزع من في السماوات. يقول: يمكن أن يكون الالتفات في العدد: مفرد، مثنى، وجمع. مثال على ذلك: قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما. بدأ بالمفرد: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء. كان يجب أن يقول: قالوا أجئتمانا لتلفتانا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء. وقد يكون انتقال من المفرد إلى الجمع: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. فلما أضاءت ما حوله
ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. أن انتقل من المفرد إلى الجمع، وكان يجب أن يقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله وليس ما حولهم، ما حوله، وذهب الله بنوره وليس بنورهم، وتركه وليس وتركهم في ظلمات لا يبصر بدلا من لا يبصرون. وقد يكون من المثنى إلى المفرد، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. قلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك مثنى، فتشقى مفرد، كان يجب أن يقول فتشقيان. وقد يكون انتقال من المثنى إلى الجمع، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم، كان يجب أن يقول واجعلا بيوتكما قبلة. قد يكون انتقال من الجمع إلى المفرد، قلنا اهبطوا مني منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، قلنا جمع مني مفرد، كان يجب أن يقول قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم منا هدى. وقد يكون من الجمع إلى المثنى، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا فبأي آلاء ربكما تكذبان، كان يجب أن يقول فبأي آلاء ربكم تكذبون. وقد يكون الانتقال من المذكر إلى المؤنث أو العكس، أي الالتفات في الجنس. نعطي بعض الأمثلة، فقد جاءكم بينة من ربكم، كان يجب أن يقول فقد جاءتكم بينة من ربكم، كما في الآية الأخرى قد جاءتكم بينة من ربكم، أي في آية استعمل جاءكم بالمذكر بينما بينة هي مؤنث، وفي آية أخرى صححتها قد جاءتكم بينة من ربكم. مرة بيقول جاءكم بينة ومرة بيقول جاءتكم بينة. إذن هو يستعمل المذكر جاءكم مع المؤنث بينة في إحدى آياته، وفي آية أخرى نقرأ لن نطيل عليكم كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، كان يجب أن يقول ذكرها لأنها تذكرة مؤنث. وفي آية أخرى نقرأ وإنا لكم في الأنعام لعبرة، لعبرة نسقيكم مما في بطونه، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه. الأنعام مؤنث، بطونه بطونها، كان يجب أن يقول. وقد صححتها آية أخرى مشابهة تماماً، إلا أنها استعملت كلمة بطونها بدلا من بطونه. وفي آية أخرى نقرأ جاءت ريح عاصف،
كان يجب أن يقول عاصفة، وقد جاءت صحيحة في آية أخرى تقول ولسليمان الريح عاصفة. وفي آية أخرى نقرأ وأخذ الذين ظلموا الصيحة وأخذ الذين ظلموا الصيحة، كان يجب أن يقول وأخذت الذين ظلموا الصيحة، وقد جاءت صحيحة في آية أخرى مشابهة تماما وأخذت الذين ظلموا الصيحة. في آية أخرى فريق هدى وفريق حق عليهم الضلالة، كان يجب أن يقول وفريق حقت عليهم الضلالة، وقد صححتها آية أخرى تقول فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. نقرأ في آية أخرى جاءتهم رسلنا، كان يجب أن يقول جاءهم رسلنا مدام رسل هو مذكر، وقد جاءت صحيحة في آية أخرى تقول قد جاءكم رسل من قبلي. لن أطيل عليكم الأمثلة. هناك أيضا الانتقال أو الالتفات من العاقل إلى غير العاقل، مثلا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم، ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت، بدلا من ما وهي لغير العاقل كان يجب أن يقول فانكحوا من طاب لكم من النساء أو من ملكت أيمانكم. وفي آية أخرى نقرأ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، كان يجب أن يقول وانكحوا من نكح آباءكم. سوف نعود إلى هذه المثال لهذا المثال ولا تنكحوا ما نكح آباءكم، كان يجب أن نقول ولا تنكحوا من نكح آباءكم. في آية أخرى نقرأ وما خلق الذكر والأنثى، كان يجب ومن خلق الذكر والأنثى. نقرأ في آية إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، كان يجب أن يقول إذ قال لبنيه من تعبدون من بعدي بدلا من أن يستعمل من، استعمل ما في هذه الآية. يضاف إلى هذه الأخطاء اللغوية أخطاء أخرى مثل استعمال القرآن حرف بدلاً من آخر في عبارات متشابهة. نقرأ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. في آية أخرى نقرأ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم. هناك أيضا استعمال حرف جر في جملة ثم تركها في جملة مماثلة، فمثلا استعمل القرآن في 34 آية عبارة
جنات تجري من تحتها الأنهار، من تحتها الأنهار. ولكن استعمل في آية واحدة عبارة تجري تحتها الأنهار، تجري تحتها الأنهار. لن أطيل عليكم هذه الأمثلة. لاحظوا أيضا أن القرآن استعمل عبارة بغير حق 5 مرات في القرآن، و9 مرات بغير الحق، 9 مرات. وقد ذكرت العبارتان دون سبب في جمل متشابهة مثل: ويقتلون النبيين بغير الحق، في آية أخرى: ويقتلون النبيين بغير حق، في آية أخرى يقول: ويقتلون الأنبياء بغير حق. لاحظوا هنا أن القرآن استعمل كلمة النبيين والأنبياء، جاءت كلمة أنبياء جمع نبي 5 مرات، وكلمة نبيين وهو جمع آخر يمكن أن نسميه جمع عبري 13 مرة، وكلمة نبيون 3 مرات. فهل نسي مؤلف القرآن نفسه، أم أن لكل آية مؤلفا مختلفا؟ واستعمل القرآن 11 مرة عبارة ما في السماوات والأرض، بينما استعمل 28 مرة عبارة ما في السماوات وما في الأرض، أي 11 مرة بيقول ما في السماوات والأرض، و28 مرة بيقول ما في السماوات وما في الأرض. إذن حذف ما في. ما هي مصادرنا؟ اعتمدت في هذا الشريط والذي نشرته في الحوار المتمدن، نشرت نصه وسأعطيكم رابطه تحت هذا الشريط مباشرة، على تفسير ابن عاشور وتفسير الزحيلي وتفسير الجلالين وتفسير الآلوسي وتفسير الطبطبائي وتفسير وكتاب البناني الالتفات في القرآن الكريم وكتاب طبل أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية. إذن أنا لم أتي بهذه الأمثلة من عندي، ولكن اعتمدت على مصادر إسلامية. أنهي هذه الحلقة وأشرب مجددا على صحتكم، ففي الخمر الحقيقة. ولا تنسوا أن تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس حتى تصلكم الأشرطة القادمة. أتمنى لكم جميعا نهارا سعيدا. مع السلامة.